قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ ما يقرب من 40 عملية رمد مجانا بمركز العيون الدولي بمنطقة الدقي بتنظيم من بنك الشفاء المصري. وكان التحالف الوطني قد قام بتنفيذ قافلة طبية مجانية في محافظة الإسكندرية على مدار 4 أيام، تضمنت عددا من التخصصات ونتج عن القافلة الحالات المستحقة التي تحتاج لعمليات وفحوصات ونظارات طبية يتم تنفيذها بالمجان. احنا موجودين طبعا باسم بنك الشفاء، عضو التحالف الوطني، عندنا هنا في مركز العيون الدولي بننفذ حوالي 40 عملية نتجت عن القوافل اللي تم تنفيذها في اسكندرية من حوالي اسبوعين. كنا نفذنا في مركز البطاش ومركز العمرية، كشفنا على حوالي 5000 حالة نتج عن القوافل دي عمليات اشاعات، فحوصات، الحالات اللي محتاجة علاج تم صرف العلاج ليها، الحالات اللي محتاجة نظارات تم تسليمهم النظارات بالامس واول امس. القافلة كلها مجانا من اول الكشف لحد تنفيذ العملية. النهارده زي بقول لحضرتك عندنا ما يقرب من حوالي 40 عملية في مركز العيون، بنوفر للحالات باصات بحيث ان المشوار برضو صعب عليهم ان هم يجوا، بنوفر لهم باصات بحيث يكون الموضوع سهل عليهم ويتشجعوا ان هم يجوا. طبعا الحالات دي بيتعمل لها بحث بحيث نتاكد ان هي مستحقه. التحالف بيبتدي ممثل في بنك الشفاء ان احنا بنبتدي ننزل لقوافل طبيه معاهم كشف مجاني، بنبص على الحالات بنشخصها، بنعمل لها فلتره، نشوف الحالات اللي محتاجه عمليات والحالات اللي محتاجه فحوصات، نبتدي نوجههم للمستشفى هنا او الفروع القريبه منهم من ضمن فروع المجموعه. بتبتدي ان الحالات تيجي تكشف ونأكد تشخيصها تاني مع الاخصائيين، وبعد كده بتعدي على الاستشاري اللي هتعمل العمليه، وبعد ما تعمل له التاكيد النهائي بيبتدي المريض يتسكن في الغرفه الخاصه بيه، وبعد ما يتسكن في الغرفه الخاصه بيه بيبتدي تعمل له بقى التحاليل والفحوصات الطبيه اللازمه لاجراء العمليه. انا من اسكندريه، جات لي قافله عشان كشف العيون، تقدمت اليها وبعدين قالوا لي كشفوا عليا، وبعدين قالوا لي لازم تعمل عمليه ترجيب عدسات في العين، فجابوني هنا المركز التخصصي هنا بمستشفى العيون الدولي، وقالوا لي انها بصراحه مجانا ما فيش اي رسوم ولا اي حاجه. وجينا النهارده من اسكندريه على اساس الميعاد اللي حددوه معانا، وجهزونا تحت، ادونا قطر مره واثنين، وجهزوني دلوقتي عشان ادخل العمليات، وشافوا الضغط والسكر والقلب ورسم القلب والحاجات دي. شفت اعلاننا على مركز ساحه البطاش بنك الشفاء المصري على عمل كشف عمليات، رحت بصيت كشفوا الراجل، الناس كشفت مره واثنين وثلاثه وحددوا عمليه وجيت لحد هنا ولا اي حاجه، مجانا مجانا ما دفعش حاجه. وهنا برضو الخدمة كويسة، عملت إشاعات وعملت التهوى، هعمل إشاعة وهخش عمليات بدون أي مقابل.